الذبح انقسم الى ثلاثه اقسام نوني قال الدوان قالكو اندي هيرسوغول هيرسوغول نو فيتشي بيتشاتاتي نعم ذبح لله هذه اضاحي عقيقه صدقات هيرسوغول في الله صفه هوندوم صفه جولديجي ان ما لا يا ان كانيوما دنابو اكوناندي مودون الثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيم أذبح للجن لأصحاب القبور لأنه يحبهم كما يحب الله سبحانه ويعظمه كما يعظم الله فيذبح لهم ويتقرب لهم بهذا القربان فهذا هو الشرك الأكبر ما نيمو نوني هيرسو غونغول كو هيرسانغول كو الله سبحانه وتعالى هيرسانغول ولي ولا هيرسانغول جن ولا شيطان كو ناندي مودو دون دو كو نوني شركو نجانو نكو شركو نجانو باركو الله تون دوا مانيري دنو الثالث ذبح جائز اذبح حتى اكل اذبح لاني جزار ابيع اللحوم فلا اشكال في هذا نوني تمون كو هيرسوغا نورمانو داغي سيفون هيرسوغول فينو نياميرا اون دونا ايلانو نعم اذا المهم عندنا نحذر من القسم الثاني من الذبح لغير الله محبه وتعظيم هذا هو الشرك الاكبر نسال عافيه السلام والله اعلم نوني ديمون نوني ديمون دو رينادي هون دون هيرسان كو ونا الله سبحانه وتعالى هربين صفه ولي ولا شيطان ولا جن كون اندي مودون كو اوتي هيرسان تابي كو في ييدو غولبه كانيوم اي ماوني غولبه يو الله وندو وين دون